فانتم بالنسبه لنا هي الطاقه اللي احنا بنشوف فيها العالم الخارجي اكثر من خلال. عبسان الكبيره يمكن في اخوه يمكن ما بيعرفوا، طبعا تقع في جنوب فلسطين في قطاع غزه، في جنوب قطاع غزه، عدد تقريبا 30,000 نسمه. نحن كبلدية عبسان الكبيرة دائما كنا فاعلين جدا في المدن المتحدة، وكنا فاعلين جدا أيضا في مشاريع دولية، وخصوصا فيما يتعلق بالمناخ وبما يتعلق أيضا بالبيئة الخضراء. نحن ندعم ذلك يعني دعما كبيرا. احنا رؤية البلدية اللي هي عبسان الكبيرة ضلدة أصيلة خضراء ذات مركز حضري تتمتع بخدمات مبتكرة ومستدامة. رؤية البلدية استمدت البلدية رؤيتها من أربع قطاعات أو أربع مجالات رئيسية: مجال البيئة والبنية التحتية، المجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي، والمجال الأخير اللي هو الإدارة والحكم الرشيد. عديد من الأنشطة اللي تم عقدها بالتعاون مع الكونكتيف سيتي، ولذلك لهذه الفائدة يعني قمنا بعمل ورشات عمل تقريبا يمكن أكثر من ورشة عمل مع اللي هو البلديات قطاع غزة، في محاولة لنشر الفائدة للبلديات المجاورة في مواضيع عديدة، منها موضوع اللي هو مواجهة الطوارئ، وموضوع الكورونا، موضوع اللي هو الاقتصاد الدائري، موضوع الليد، وأخيراً هو موضوع الطاقة المتجددة. الشراكة كانت معانا في أكثر من مجال، من أكثر من دولة عربية. من بلدية الحازمية كان لها دور كبير في هذا الموضوع، وبالذات في موضوع الإيمانسيبيليتي أو البلديات الإلكترونية والتحول الرقمي، كان في أكثر من مجال في هذا الموضوع. كمان كان في عنا بلديات من دول عربية أخرى في مجالات أخرى، على سبيل المثال بلدية ثاثنة من الجزائر، بلدية صفاقس في تونس. التعاون مع البلديات في الجزائر، بلديات في المغرب وفي مصر والأردن، يعني في عدد من البلديات في اللي هو اللي كانوا معانا شركاء في اللي هو الكونكتيف سيتي. طبعا تم عرض عدد من التجارب، يعني تجاربهم في مجالات مختلفة، موضوع اللي هو معالجة النفايات الصلبة، موضوع اللي هو الاقتصاد الأخضر الدائري، ودعم أيضا إداري إنه نحصل على مشروع تمويل أوروبي لعمل 5 ميجا وات لطاقة شمسية. طبعا هذه تكون بكورة أعمالنا في نطاق تجربتنا التغيير المناخي، وفي نطاق تجربتنا أيضا في دعم قطاع البيئة وقطاع الأخضر إلى بلدية عبسان الكبيرة، ومنها طبعا الاستفادة طبعا تتوجه أيضا إلى المواطن في عبسان الكبيرة، وهي المحطة الوحيدة حتكون في قطاع غزة، المحطة الشمسية اللي بالنظام إنها تغذي الشبكة مباشرة. طبعا في جزء منه داخل معنا شريك قطاع خاص، وهذه الشراكة هي الأولى من نوعها ستكون، بحيث انه يساهم بجزء ب 50% من قيمه. على الكونكتيف سيتي وزملائنا في البلديه كانت في اكثر من مجال، اهمها بدينا اللي هو في اثناء جائحه كورونا، كان التفكير في اليه لمتابعه المصابين بهذا الوباء، فتوصلنا مع اللي هو استخدام تطبيق تم استخدامه في لبنان من تصميم مركز نظم المعلومات الجغرافية في جامعة البلمن مع اتحاد بلديات جرد القطيع وشركاء آخرين. استفدنا من التجربة من خلال كونكتيف سيتي، وبدأنا بتشكيل فرق عمل بجمع البيانات اللازمة عن المصابين في بلدة عبسان الكبيرة كمشروع تجريبي. بدأنا باستخدام الأداة مفتوحة المصدر الكوبو، بدأوا الباحثين بعمل توعية. قصة نجاح في هذا المجال كان التدخل يكون متكامل من حيث اللي هو وصول المعلومة للبلدية، للبيوت المحجورة، تدخل فرق الطوارئ في تقديم اللي هو ما يلزم من معونات غذائية ومعونات صحية. إيجابيات التطبيق إنه يعني بعد انتهاء فترة الحجر
العائلات المصابة كانت توفر داتا في انه مثلا العائلات اللي خلص حجرها في الفترة الماضية عندهم مثلا 20 طفل، فكان يتوجه فريق من الأخصائيين النفسيين لهذه العائلات وجمع الأطفال في أحد المتنزهات البلدية وتقديم الدعم النفسي للأطفال وتفريغ الفريق الدعم النفسي كان كله مرأة، يعني مختصات نفسيات والبحثات الاجتماعيات كلهم كانوا من المرأة. يمكن تقاطع عملنا في 5 أو 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة SDG. على سبيل المثال الهدف الثالث في الصحة الجيدة، تطبيق سلامتي كان يندرج تحت إطاره تحقيق مدن ومجتمعات محلية ومستدامة. عملنا في موضوع التنمية الاقتصادية كان بتقاطع مع عقد شراكات تحقيق الأهداف الهدف رقم 17 والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف السادس اللي له علاقة بالمياه والصرف الصحي. فكان العمل اللي هو من خلال حوكمة المياه أو تطبيق سلامتي أو الاقتصاد حول الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر في هذا تقاطع مع أكثر من هدف من أهداف التنمية، تقريبا لو حصلناهم بحدود 6 أو 7 أهداف. كان له دور كبير في تطوير اللي هو قدرات العاملين في بلدية عبسان الكبيرة، ويعني كان له حضوره وله خلال العام المصرم، ونتمنى أنه العام القادم يعني العام الحالي أنه يتم تكثيف العمل مع المدن الرابطة، شبكة المدن الرابطة في تنفيذ جزء كبير من المشاريع المعوقات اللي في طريقنا. تعرفوا أن قطاع غزة بلد يعني خصوصا في عبسان الكبيرة نحن في حصار مطبق، احنا عندنا إمكانيات محدودة جدا، لقائنا مع العالم الخارجي برضو محدود يعني كتير غزة، فأنتم بالنسبة لنا هي الطاقة اللي احنا بنشوف فيها العالم الخارجي اكثر من خلاله، نجد وين في عندنا متاعب بيئيه ونحاول نحلها عن طريق طبعا المشاركه المجتمعيه وعن طريق المشاركه مع القطاع الخاص والعام، وايضا اهم شيء المشاركه مع حد يحسب انه نعمل مشاريع بيئيه متقدمه جدا لعبسان تفيدها من الان ل 20 عام زي هذا المشروع الاوروبي. فعشان هيك احنا نعتبر نفسنا مساهم في 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 الحد من الانبعاثات الكربونيه، ومساهم ايضا في عملنا وواجبنا بحيث نكون دائما يعني عند حسن ظن الاخرين من ناحيه المجتمع اخضر ويكون مجتمع بيئي متميز ان شاء الله.